مساء السعادة، مساء نور، وحشتوني برضو جدا جدا، وبرضو بقول وحشني جدا زمايلي في الاستوديو كلهم، وحشني لقائي جدا معاكم النهاردة، ويا رب دايما أشوفكم بخير وتشوفوني برضو بخير. النهاردة أول تهنئة معانا، أو هي التهنئة تقريبا الوحيدة، رانيا مجدي عزمي عيد ميلادها، بقول لها كل سنة وانت طيبة، ويا رب دايما نتمنى ان لما تكون سنه جديده يا رب يحقق لك بقى كل امانيكي، ونحاول نظبط لو كان في حاجه احنا ما ظبطناهاش السنه اللي فاتت نحاول السنه دي بامر الله ان احنا نظبطها، لان كل يوم مش كل سنه، كل يوم ربنا بيدهولنا انا بعتبره او كلنا بنعتبره طبعا هديه جديده علشان نبدا حياه جديده. كل سنه وانت طيبه يا رانيا يا حبيبه قلبي، وان شاء الله اسمع عنك كل خير. النهارده بقى حكايتنا اسمها وانقلب السحر على السحر. يعني ايه بقى انقلب السحر على السحر؟ بمعنى مش بس السحر، ولو ان هو حكايتنا عن السحر، بس هو مش معنى السحر، معنى ان ممكن حد عايز يأذي حد ويسعى قوي انه يأذيه لكن هو اللي يتأذي، او عايز يطرد حد من مكان، او عايز يعمل اي حاجه في اي حد، فسبحان الله هو اللي يحصل فيه كل الخطوات دي. يعني انا بشتغل كويس قوي عشان اذي انسان الانسان ده، وسبحان الله ان انا احصل لي نفس كل اللي حصل ده، يعني اللي انا عايزاه لفلان ده بيحصل لي انا. نبدا حكايتنا، بس خلي بالكوا بقى من حاجه. حكايتنا النهارده دي صاحبتها بتقول ايه؟ انا مش عايزاكوا تحلوها لان هي محلوله، انا مش عايزه حل، انا خلاص ربنا خد لي حقي. طب انت كنت عايزه ايه؟ هي بتقول انا عايزه اعرض الحكايه النهارده عشان كلنا نستفيد منها ونثق ونعرف ان في ربنا، ربنا الجبار. معنى ايه كلمه الجبار دي؟ ها يعني معناها ايه؟ ان ربنا بيجبر خاطرنا، ربنا العدل اللي هو بياخد حقنا، واحسن حاجه في الحياه بقى ان ربنا ياخد حقنا. نبدا بقى الحكايه وهتعجبكم قوي بصراحه. حكايتنا النهارده زي ما قلت لكم اسمها وانقلب السحر على الساحر، بمعنى بنوته حبت واحد وهو حبها وتجوزه، لكن الناس مش سايبه حد في حالها، ويا ريت الناس الغرب شوفوا الكارثه بقى. ده مرات سوريا، ده هي اخت جوزها، اخت جوزها اللي هي عايزه تاذيها. ليه عايزه تاذيها؟ لانها اجمل منها، لانها مثقفه عنها، لانها محبوبه، لانها حد دمه خفيف. طب ازاي انا اقبل واحده لسه جايه علينا في العيله تبقى فيها كل الصفات الحلوه دي، وانا قاعده وانا حد بارد وانا حد يعني قافل؟ ازاي تبقى مرات اخويا فيها كل المميزات دي؟ مرات اخويا ازاي تبقى فيها؟ يعني انا مش طايقاها بصراحه، مش طايقه تشوفها. ازاي يبقى البنت دي كل الناس بتشكر فيها كده؟ وازاي تاخد اخويا اللي هو حد كده وحد كده؟ تمام، ازاي؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان البنت دي لما جت حسيت ان انا صغيره قوي كده، وبعدين ده حقد جوه. يعني هي اكيد سامعانا، وانا اتمنى ان هي تسمعنا في حلقتنا النهارده. ده حقد، ايه بقى اللي حصل منها عشان هي عايزه تبين البنت دي بصوره مش حلوه خالص؟ انا مش طايقاكي بقى فانا هعمل كل حاجه. بدات اول حاجه انها تقول لها تعالى ما اقول لك، يعني بدات كده تاخدها صحوبيه، اخويا مش هيقعد معاكي اكتر من سنه. فالبنت بصت كده، ايه ده؟ في اخت تقول على اخوها كده ان ده مش هيقعد معاكي اكتر من سنه؟ طب ده ايه الغرض؟ ازاي تقولي كده على اخوكي؟ انت ليه بتشوهيه؟ انت عايزه ايه من الاخر؟ على ما اعتقد انتوا عارفين هي عايزه ايه. التانيه طبعا البنت ما استجابتش للكلام ده، يعني كانت ذكيه شويه فكبرت دماغها من ناحيتها وبدات تتعامل عادي. طب اجي اعمل ايه؟ اخرب لها حياتها شويه؟ احاول اوقع شويه بينها وبين اخويا؟ يمكن الدنيا تبوظ. ما فلحتش الحقيقه. ليه ما فلحتش؟ وليه ما فلحتش قوي؟ لان اخوها بيحبها قوي، والبنت بتحب كمان جوزها قوي، فانت عماله تدمري بقى، ما فلحش الحقيقه القصه دي. طب تعمل ايه بقى؟ طب تخرب علاقة البنت دي بحماها وحماتها اللي هي أمهم، يعني ده يعني دي أمي وأبويا، فأنا بخرب بقى علاقتهم مع مرات أخويا. الحقيقة البنت برضو كانت محبوبة قوي، وحماها كان بيحبها قوي وحماتها، لكن الأب هنا كان عارف إن دي غير بنته، فمش قادر يعمل حاجة. يعني أنا هعمل إيه؟ مرات ابني كويسة فيها كل حاجة حلوة وبتعمل لنا كل حاجة جميلة، طب أنا هضايقها ليه؟ بس هو عارف إن بنته فيها العيب، بلس ان البنت دي كانت اكبر منها في السن، فطبعا يعني الحته دي بتضايق شويه، وانا مش عارفه ليه، يعني ده كل حاجه رزق، لكن بتضايق شويه. البنت دي جالها عدلها، اتجوزت، لما مرات اخوها حضرت لها الفرح اتصورت معاها صوره،
فجاية تسألها فين الصورة؟ طبعا ده الكلام ده من 20 سنة عشان ما كانش فيه بقى حاجة اسمها يعني موبايل فيه كاميرا والكلام ده كله. فبتسألها فين الصورة؟ قالت لها الصورة اتحرقت. طب بالله عليك اتحرقت؟ ولا انت اللي اتحرقتي؟ انت اللي مش طايقة تشوفيها جنبك وانت لابسة فستان الفرح. ما علينا، اتجوزت اهي وخلصت. لا ما تسكتش برضو، الغل والحقد، لانها عارفة ان جوزها ده واخدها عشان الفلوس، هو مش واخدها عشان بيحبها زي التانية، لا ده واخدك عشان الفلوس وانت عارفة ده كويس، فده مضايقك طبعا نفسيا، انا متجوزة من اخر واحد بفلوسي. فاضطرت انها كمان تكتب له كل حاجة عشان يقعد معاها، لكن التانية جوزها اللي كان بيكتب لها، يعني التانية جوزها بيكتب لها، جوزها بيعمل لها، انما دي بتكتب لجوزها عشان يقعد معاها. يا عيني، ما علينا مش مشكلة. طيب اعمل ايه تاني؟ احاول ادخلها في مشاكل، احاول اعمل لها. البنت يا عيني سبحان الله عماله تعدي تعدي تعدي، عدت 19 سنه 20 سنه، مفيش برضو يعني، هي ما شاء الله شغاله عليها، تعمل لها ايه بقى في الاخر؟ البنت دي اللي هي مرات اخوها معاها ولد وحيد، يعني الحته بقى اللي ربنا اداها لها الجميله دي، والتانيه برضو معاها ولد، فتعمل لها ايه؟ تقوم بقى بالسفاله والقذاره اللي احنا بنسمع عنها وبقت يعني حاجه منتشره قوي، الدجل والقرف والشعوذه دي، فتروح عامله لها عمل، يعني كارثه يعني بصراحه. تعمل لها عمل بقى في ايه؟ انها تاذلها ابنها، ان ابنها يسقط، ان ابنها يفشل. سبحان الله، ابنها ينجح في ثانويه عامه ويدخل كليه من كليات القمه ما شاء الله، ويفرح ابوه ويفرح امه. هي بقى، وشوفوا بقى إرادة ربنا الكبيرة جدا، إرادة ربنا اللي مفيش حد يقدر يقف قصادها، والله لو انت مين ما تقدري تقفي. سبحان الله، هقول لكم بقى يعني بنت كده عايشة حياة الحمد لله جميلة وسعيدة وجوزها بيحبها وابنها والدنيا متظبطة وما شاء الله كل شوية هي عمالة نجمها يعلى نجمها يعلى، يعني بسم الله ما شاء الله عليها، فالنجم بتاعها عمال يعلى. التانية بقى يحصل لها ايه؟ شوفوا بقى ربنا، أول حاجة جوزها ياخد كل حاجة هي تمتلكها، خد منها كل حاجة، تمام؟ ودلوقتي في قواضي مع بعض، شوف انتقام ربنا، شوف انتقام ربنا. تاني حاجة طردها من البيت وراحت قعدت في بيت باباها ومامتها بقالها تقريبا كذا سنة، مش عايزة أقول كام سنة يعني، والتانية قاعدة في بيتها معززة مكرمة متدلعة. تالت حاجة تخيلوا إن ابنها يسقط في ثانوية عامة، تخيلوا، شوفوا الوجع، شوفوا بقى الوجع اللي هي عملته كله سبحان الله جالها تفصيليا كده، يعني مفيش حاجه هي حبت تعملها او تاذي غيرها او تاذي مرات اخوها. الكارثه الكبيره ان هي ما فكرتش ده ابن اخوها، ده ابن اخوكي، عارف يعني ابن اخوكي؟ ده لحمك، هي مش لحمك يا ستي مفيش مشكله، ده لحمك، ده ابن اخوكي، يعني لو هو اتاذى اخوكي هيتوجع. بس الحقد بيعمي دايما الناس اللي هي بتلجأ للسحر، الناس اللي بتلجأ للسحر ده بتبقى ناس حقدة، غلوية، ظلمة، جبانة. ليه جبانة؟ لأنها دايما بتعمل كل حاجتها في الخفاء، هي عايزة تأذي لكن نسيت فيه ربنا. الحقي بجد، الحقي ظبطي بقى حياتك، لأن أنت المفروض دلوقتي شايفة مرات أخوكي دي إيه، وأنت إيه، ده أنت أذيتي ابنك، ده انت بيتك اتخرب، البيت اللي انت كنت عايز تخربيه من 20 سنه، احب اقول لك ان بيتك اتخرب. عشان كده بقول لك يا رب تكوني بتسمعيني، ركزي ركزي ان دي يعني حاجه من عند ربنا، ركزي ان ربنا. بس انا عايز اسال سؤال صحيح، هو انت عملتي ايه؟ البنوته بقى اللي هي مرات اخوها، البنت دي انت عملتي ايه عشان ربنا يحبك كده؟ بجد انت عملتي ايه عشان ربنا ينتقم لك قوي كده من الناس دي او من البنت دي؟ عملتي ايه في حياتك عشان فعلا ربنا يحبك كده ويقويكي ويعلف نجمك قوي كده، وهي التانية تسقط كل السقطات دي وتشوفك وهي عايشة، وتشوفك وتتوجع كل لما تحس ان الموقف ده كان عايزة تعمله فيكي ويحصل فيها، اكيد ده بيوجعها قوي، اكيد ده بيهنها قوي، واللي حواليها كمان لو عارفين كده ده المفروض يتعظوا، ده انت المفروض تستخبي او تلحقي تتوبي على اللي انت عملتيه، اللي انت كنت عايزه تحرقي قلب اخوكي وتخربي بيته وابنه يتشرد او يبوظ او يفشل. انت عملتي جرم، ومش اي جرم، انت عملتي كبيره من الكبائر،
وده هنسأل فيه الأستاذ اللي بأمر الله اللي هو هينور معانا شيخنا الجليل، هنسأله طبعا في ده، لأن فعلا السحر ده يعني أنت فعلا عملتي جرم، أنت كنت عايزة إيه؟ الغريب في الأمر بقى، عشان برضو أنا مش عايزة أتكلم عليها كتير، لأن زي ما احنا قلنا صاحبة الحكاية بتقول أنا مش محتاجة بحقيقة رأيكم في حاجة قد ما أنا عايزة أعرض مشكلتي. هي ربنا حللها بصراحة المشكلة، الله أكبر عليها، وربنا يا رب يديها ويبعد عنها الشر والحاقدين والحاسدين والفاشلين. ليه الفاشلين؟ لأن الإنسان الناجح فعلا بيحب يشوف الناس كلها ناجحة وما بيحقدش على حد وما بيكرهش حد، لكن الفاشل ده مش طايق، فعلا مش طايق يشوف حد ناجح، هيطيق ازاي؟ لكن برضو انا عايز اقول كده حاجه سريعا قبل ما نستقبل ضيفنا. في بعض الناس بتقول اصل الاعمال دي بتتعمل في الحتة البيئات الشعبيه، لا والله البيئات الشعبيه بريئه منهم ومن امثالهم ابدا. البيئات الشعبيه دي يعني مش عايزين نقول اسماء مناطق معينه، لكن الناسها فيها روحانيات عالية جدا، ناسها فيها طيبة، فيها روح، فيها جدعنة. وعايزة أقول لكم بقى إن بنت البلد، بنت البلد بتلاقيها بمئة راجل وجدعة، فيها كل حاجة حلوة. نفسي تروحوا الأماكن اللي أنتوا بتنتقدوها دي وتقولوا بيحصل في الأحياء الشعبية، لا لا لا، أنتوا روحكم وحشة بس، أنتوا بس مش قادرين تميزوا، فعمالين يعني ايه تقولوا كده اي كلام. الاحياء الشعبيه يا ريت تزوروها، يا ريت تشوفوها وتشوفوا الناس اللي فيها وتشوفوا روحهم فعلا الطيبه والاماكن اللي هم قاعدين فيها اللي بقالها مثلا 1000 سنه و2000 سنه، الناس ديت جدعانه. لكن الغريب ان انا بلاقي الناس المثقفه المتعلمه هي اللي بتلجا لده، ضعاف النفوس هم اللي بيلجاوا للاعمال والسحر، وانا مش بصراحه مش قادره، مش متخيله. وحتى حكايتنا النهارده صاحب اللي هي اللي بتعمل القصه دي، دي غنيه ومبسوطه، يعني انت مش محتاجه حاجه، انت بس محتاجه ان الكل يبقى وحش عشان انت يعني تبقي مبسوطه مثلا. وانقلب السحر على الساحر، ما عنديش اي كلام تاني اقوله غير ان البنت دي ربنا بيحبها قوي، وفعلا نفسي اعرف انت بتعملي ايه يا ست انت عشان ربنا يحبك كده فعلا وينتقم لك كده منها، ويا رب هي تراجع نفسها بس وعشان ما تاذيش نفسها اكتر من كده. وفي انتظار ضيفنا، باي باي. اهلا بيكم من جديد، وحشتوني وقت الفاصل ده، لكن جبت لكم ضيفي الجليل الدكتور محمود سعد، باحث دكتوراه في جامعه الازهر. فيعني قلت بقى لازم الموضوع ده المره دي يكون تخصص طبعا الدين فيه اكتر طبعا، ونسال الدكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟ منورنا ومشرفنا ببرنامج المتواضع طبعا. ربنا يبارك يعني شرف كبير ان حضرتك نورتني طبعا. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك. نبدا على طول ولا ان شاء الله؟ الاول كده ايه رايك في الحكايه؟ الحكايه جميله جدا، وتعليق حضرتك على الحكاية جميل جدا، وخصوصا في الكلام ان السحر مش موجود في المناطق الشعبية فقط، بل موجود حتى في الأماكن الراقية، ومش موجود على مستوى الفقراء فقط، بل موجود على المستوى الأغنياء والمثقفين. حكاية جميلة جدا ومؤثرة جدا، وده فعلا الحقيقة اللي بتحصل في المجتمع المصري. عارف الكارثه ايه دكتور؟ ان كمان يعني لو قلنا الطبقات اللي هي مثلا المتوسطة او هنقول ده في احتياج، كلنا من طبقات مثلا متوسطه، فنقول في احتياج شويه، انما يا ترى الغني ده بيزي ليه؟ يعني بيفكر ليه في كده؟ عايز ايه تاني؟ الاسباب الرئيسيه اصلا في انتشار السحر او الشعوذه او الدجل، اولا الحقد والغيره والحسد. اما يشوف انسان ناجح ونجاحه باهر وهو لا يمتلك تلك الادوات، فيبتدي يخش في قلبه الحقد والحسد والغيره، فعاوز يدمر الانسان اللي قدامه باي طريقه. هو ما قدرش يدمره بالوقيعه ما بين اهله، زي القصه اللي حضرتك حكيتيها كده، فيبتدي يعمل اعمال ويوصل للدجالين والمشعوذين، وتوصل ل 20 سنه يا دكتور، وتوصل لاكثر من ذلك واكثر من ذلك، يعني حتى استنت لغايه ما هي انجابت ومش عارفه ايه واشتغل ويعني توصل لابن اخوها. انت شايف الموضوع ده ايه؟ الحقد يتملك في الانسان فلا يرى. يعني أضرب لحضرتك مثال، حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا، ما بين واحد اسمه عامر بن ربيعة وسهيل بن حنيف. عامر بن ربيعة مر على سهيل بن حنيف وهو يغتسل،
فقال: لم أرك اليوم كجلد مخبأة. يعني بيقول لك جسمه جميل جدا. فوقع صريعا. أعوذ بالله. لمجرد الكلمة وقع صريعا. فجاء الصحابة إلى رسول الله: يا رسول الله أدرك سهيلا. فقال: ما به؟ قال: وقع صريعا يا رسول الله. ما الذي حدث؟ حسده عامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلمة جميلة جدا: ما بال أحدكم يقتل أخاه كأن العين تقتل. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. وفي رواية: تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يعني مجرد أن تنظر بعين الحسد تقتل. عشان كده بنقول لازم نقول بسم الله ما شاء الله واحنا داخلين بيوت حد. لذلك قال رسول الله بقى عليه الصلاة والسلام: فما بال أحدكم يقتل أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيء فليدعو له بالبركة يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب علاج المحسود إيه؟ النبي أمر عامر أن يتوضأ، ثم أخذ الماء الذي توضأ به عامر وصبه على سهيل فقام نشيطا بعد اللي حصل له ده. بعد اللي حصل له. يبقى كأن النبي بيقول أن علاج المحسود أن يتوضأ الذي حسده ثم يصب الماء عليه. السؤال بقى التاني اللي أكيد في ناس برضو أو في مشاهدين لنا عايزين يسألوه: إيه هو السحر؟ وهل هو حقيقة ولا حاجة من الخيال؟ أقول مستعينا بالله. السحر سر من الأسرار وعالم غريب الأطوار، مرض خطير وشر مستطير، درج فيه الرجال والنساء، الفقراء والأغنياء، حتى أصبح خطيرا على العقيدة، وأصبح خطيرا على الفرد والأسرة والمجتمع. السحر قرين الكفر. السحر قرين الكفر. الداء العضال الذي تفشى بين الملايين من الناس، بما في ذلك الدول التي تدعى أنها متقدمة. في ألمانيا 80,000 ساحر، وفي فرنسا 30,000 ساحر، وفي غيرها الكثير. السحر ناقد من نواقض الإسلام، ومن يعمل في السحر أو يتعاطى السحر فهو كافر. ليس ذاك من عندي ولا من عند نفسي، إنما من عند من لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم. نزل أمين الوحي جبريل على أمين وحي الأرض محمد يتلو عليه قرآنا إلى يوم الدين، يقول فيه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالذي أخبر أن الساحر كافر إنما هو الله. لذلك أخبر الله أن الذي يعلم الساحر السحر إنما هم من؟ الشياطين. ولا يتمكن الساحر من ذلك حتى يكفر بالله العظيم ويستعين بالشيطان الرجيم. يعني هو الشيطان ما بيجيناش كده، ده احنا اللي بنروح له كمان وبنقدم له نفسنا. احنا اللي بنطلبه. الشيطان مهما كان يا دكتور ضعيف. ضعيف طبعا. ده احنا اللي بنطلبه وبنقول له تعالى كمان وبنقدم له نفسنا هدية وتعالى نشتغل معانا، يعني ده احنا بنشغله تحت امرنا كمان. طبعا. قد تواتر النقر بالاستقراء والتجربة والمشاهدة على إثبات العلاقة الوتيدة والتبعية والانقياد والعبودية بين السحرة والشياطين. فالسحرة يتقربون للشياطين بما تحب من أعمال شركية، أو أكل للخبائث والمحرمات، أعوذ بالله، أو تقرب بالنجاسات ونقوع في المبقات. إذا اجتاز الساحر هذا الاختبار كان الشيطان عونا له. بيحطه في اختبارات كده عشان يشوف أنت معايا كويس ولا لأ، معايا ولا مش معايا. لو لقيتك معايا أنا هعينك وأديك اللي أنت عاوزه، ويديك من علمه بقى، يديك بقى من كل شيء. لذلك السحر هو كل ما لطف ودق. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. البيان أي الكلام، ولكن سحرا مجازيا. لما؟ لأنك كلامك منضبط، فتسحر الناس بكلامك
يقتنعون أنك على حق ولست على حق، فقد سحرت الناس. فالسحر الخديعة. لذلك قال تعالى: قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني من المخدوعين. لذلك العلماء يقولون: هل السحر حقيقة ويؤثر في الأشخاص وفي الأبدان، أم أنه تخيل؟ انقسم العلماء لقسمين. القسم الأول قالوا أن السحر لا حقيقة له، إنما هو تخييل ولا يؤثر في الأبدان، مستدلين بذلك من كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، أي أنهم سحروا الأعين ولكنهم لم يفعلوا سحرا، أي ظن الناس أن العصا التي ألقاها السحرة تمشي، وهي لا تمشي، إنما سحروا أعين الناس. وقال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الله: يخيل. المذهب الثاني، وهو مذهب الجمهور، أن السحر حقيقة موجودة تؤثر في الأبدان. يمكن لأنهم اتأذوا. طبعا. يعني دايما اللي بيتأذي هو اللي بيقدر هو يقول. اللي هو اللي بيقرر ده. فلذلك العلماء قالوا السحر حقيقة. لذلك قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحر من النساء التي تسحر. لذلك يسحرون بعقد. فإذا قرأت المعوذتين، وهي 11 آية، انحلت كل عقدة بإذن الله. إذن السحر موجود وله حقيقة ويؤثر في الأبدان، كما هو مشاهد من التجربة التي جربت في كل الناس. شوف حضرتك، أنا يمكن إيه حاولت أذاكر شوية عن الموضوع السحر ده، فقرأت كده برضو، حضرتك هتصحح لي يعني معلومة، إن السحر ده بيبقى فيه المرشوش والمشموم ومش عارفة واللي بيتاكل وحاجات كده، يعني بيقول لك حتى المشموم ده إن هو ممكن يتحط في أي حاجة كده ويترش عشان يتشم. هل فعلا أنواع السحر بتبقى كده غير الأكل والشرب بس، أو إن حد يرش لي حاجة؟ السحر أنواع كتير. النوع الأول هو التخيل. النوع الثاني هو الربط. النفاثات يعني اللي هي حضرتك قلت عليها دي. دي عشان بقى مثلا الزوج والزوجه او الكلام ده كله عموما. النوع الثالث هو الطلاسم. كلمات غريبه. بس دي بيبقى الشيطان هو اللي مديها للساحر ده. هو الذي يقول للساحر افعل كذا. هذه كلمات تجعلك وتفعل كذا. والنوع الرابع هي مخاطبه الكواكب. لا دي ما موجوده. مخاطبه الكواكب موجوده. لذلك الساحر حين يفعل السحر لابد أن يكفر قبل أن يفعل السحر. فالعلماء قالوا: هل الساحر كافر أم لا؟ وحكم تعلم السحر، حكم تعلم السحر هو كفر، والذي حكم بالكفر هو الله. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. كأن الساحر حين تعلم السحر وزاول السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. امال بقى اللي هو بيبقى اساسا اتعلم وبيعلم غيره وبيعمل بيه ده يعمل ايه ده؟ لذلك العلماء تكلموا: هل الساحر ما حكمه؟ هل يقتل ام لا يقتل؟ الكل اجمع على ان الساحر الذي بين الكفر يقتل. ثانيا، الساحر الذي يضر الناس باعماله يقتل. للحاكم أن يقتله لأنه ضر الناس بأفعاله وبأعماله. بس أنا مش شايفة الناس دي، يعني ما بنشوف كده بعض الناس دي حتى بتيجي مثلا على السوشيال ميديا أو أي وسائل الاتصال الجماهيري عموما، ما بشوفهمش أغنية يعني. ليه؟ يعني ما شفتش أنا حد ساحر ومثلا عنده بقى أبراج ولا ليه؟ بيعملوا إيه؟ لن تجدي منذ بدء الخليقة حتى الآن ساحرا يتمتع بالصحة والغنى وراحة البال ابدا. يعني بيتعذب في الدنيا وبيتعذب في الاخره، زي ما حضرتك قلت كده. انقلب السحر على الساحر. قال الله تعالى في كتاب العزيز: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دائما تلاقي الساحر تعبان في حياته، تعبان مع زوجته، ما بيستفيد ايه؟ تعبان مع اولاده، ما عندوش فلوس. بيستفيد ايه بقى؟ انا مش عارفه هو بيستفيد ايه بجد. يعني هل دي متعه مثلا شخصيه ليه، ان هو مثلا في حته كده انا واخدها؟ يفعل افعالا لا يفعلها الناس، ويستطيع ان يؤذي اي احد. شهوة، ده مرض، ده مرض التملك. شهوه في التملك والتاثير على الناس.
ده اللي بيعمل كده ده، يعني انا عايز اقول لك ده اكتر من فيروس كورونا والله، ده انتشار فظيع جدا. طبعا بقول لحضرتك 80,000 في المانيا و30,000 في امريكا كمان، في فرنسا وفي في دول عربيه كتير طبعا مشهوره الدول العربيه موجود. لكن الغريب زي ما قلت لحضرتك كده ان الدول المتقدمه يبقى موجود فيها الصحراء والمشعوذين والدجالين وغيرها. ايه اسباب انتشاره قوي كده؟ يعني انا مثلا المفروض الحاجات دي كانت تبقى مثلا منتشره من 100 سنه من 200 سنه، انما دلوقتي في عصرنا ده وفي الوقت الجميل ده مثلا بتاعنا، يعني التكنولوجيا وي 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 والثقافه والنت والكلام ده كله، ايه سبب الانتشار الفظيع قوي ده؟ هقول لحضرتك حاجه، السبب الرئيسي هو البعد عن الدين. ده سبب رئيسي جدا. اولا المسلم يجب ان يعلم ان الضر والنفع بيد الله. ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سيدنا عبد الله بن عباس بيحكي لنا قصة حصلت معاه هو والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ قلت بلى يا رسول الله. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فضعف الإيمان سبب أساسي في انتشار السحر والشعوذة والدجالين، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أي أن تمام التوكل على الله أن تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. النقطة الثانية الغيرة، زي ما حضرتك ذكرت في القصة الجميلة اللي حضرتك ذكرتها دي، إن الغيرة أدت للبنت إن هي تسحر لها 20 سنة. هي نفسها تشوف حاجة، ونفسها تشوف حاجه وحشه فيها. هي نفسها فعلا يا دكتور والله فعلا دي قصه حقيقيه 100% زي ما بقولها لحضرتك، هي نفسها خلال ال 20 سنه دي انا اشوف فيك حاجه بس. ولكن هل حقق الله لها ما تمنى؟ لا ابدا. لما؟ لانك قلت في نهايه القصه لا ادري ما فعلت تلك البنت حتى يحفظها الله، ربما كان لها سر بينها وبين الله حفظها الله بها. يبقى الغيره. تاني حاجه الجهل. بس ده جهل ايه يا دكتور؟ دي متعلمه ما شاء الله. في طائفه إيه من الناس بقى؟ في طائفه من الناس، ما هو الجهل بالدين وليس الجهل الثقافه. ممكن دكاتره مهندسين ومحاسبين ومحامين وطائفه كبيره انت تظن ان هي مثقفه ولكن ليس له عقل في الدين، فقرا اقول ويمكن مش موجوده اساسا، يظن انه ان هذا الساحر ينفع ويضر. يمكن اشوف حاجه ترضيني. تخيل يا دكتوره ان اللي يذهب للساحر ظنا منه انه ينفع ويضر، ماذا قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو ساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أعوذ بالله. هو مجرد لما راح له بس، أنا مدام رحت له رحت للساحر ده. لا التصديق غير الذهاب. لو ذهبت بمعنى للساحر في رواية تانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو ساحرا لا تقبل منه صلاة 40 ليلة، لكن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وساعده كمان. لأنه صدقه في العقيدة ظنا منه أنه ينفع وضر، والنافع والضر إنما هو من؟ إنما هو الله. ونعم بالله. نقي بيوتنا إزاي يا دكتور محمود؟ نعمل إيه في بيوتنا ونعمل إيه في أولادنا؟ أقول لحضرتك حاجة، الإسلام ما سابش حاجة إلا ما نبه عنها. الوقاية من السحر أو الوقاية من الدجل أو الوقاية من الشعوذة وغيره من الأعمال وغيره النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا نقط فيها. اولا الاذكار اليوميه اللي هي اذكار الصباح والمساء او اليوم والليله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله احد والمعوذتين. ادانا السر يعني حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. هو ربنا ادانا السر بس احنا اللي في غفله. تخيلي في دعاء بسيط للنبي صلى الله عليه وسلم ما ياخدش من وقتنا غير حوالي 20 سنة. اتفضل. بس احنا بنتجاهل او بننسى
او نتناسى. يمكن بننسى يا دكتور طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا خرج الانسان من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. 3 مرات. نقوله تاني عشان الساده المشاهدين. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. في حاجه اكتر من كده؟ تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، كفيت اي كفاك الله كل شر. بسيط ازاي بس ليه معاني جميله قوي. ووقيت اي وقيت من كل شر. وتنحى عنك الشيطان اي لا يقربك الشيطان ابدا. ده وانا نازله من البيت. وانت نازله من البيت اول ما تفتحي الباب وتطلعي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله 3 مرات، تلاقي نفسك نزلت هالة نورانية حواليك حفظتك من كل شيء. بالنسبة طيب ان هما بيقولوا مثلا انت ممكن تاكل تمر الصبح 3 تمرات، الكلام ده كله الكلام ده ايه؟ الكلام ده مظبوط. الرواية رواها الامام مسلم في صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح ب7 تمرات لم يضره سم ولا سحر. دي برضو بتعمله هالة معينة على جسمه طبعا. الانسان اعظم خلق الله، وربنا خلق الكون ده كله في خدمة الإنسان. في خدمة الإنسان صح. الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والحيوانات والبر والبحر، الكل في خدمة الإنسان. لذلك حفظ الله الإنسان. أنت حضرتك تعرفي إن في ملائكة تحفظ الإنسان من أمر الله؟ لو كشف الحجاب لوجدت ملائكة تحيط بك من كل اتجاه. لا بمعنى إيه بقى يا دكتور؟ ما قال الله تعالى يحفظونه من أمر الله. ايه امر الله ده؟ يعني مثلا لا قدر الله واحد ضرب سهم، تلاقي لو انت ما عندك القدر ما جاش تلاقي السهم بيعك كده، تقول الحمد لله ده جه بعيد عن الايه؟ ايه ده انا كويس انا عملت بس كده. لا مش انت اللي عملت، هو مش كويس. ده الملك حاشه. سبحان الله. طب لو في قدر ينادي الله يا ملائكة الله خلوا بيني وبين عبدي فقد جاء قدري. عشان كده بيقولوا العين عليها حارس. طب مظبوط، مش العين بس، الجسم كله عليه حارس. فتلاقي واحد في حادثه مثلا العربيه بايظه ومتدمره بس طالع سليم. سبحان الله. صح. الملائكه حوطته وحفظته لان اجله ما جاش. وتلاقي واحد ما فيش حاجه في العربيه خالص. والله في ناس بتقع من على تتكعبل من على السجاده. على السجاده تموت. ليه؟ قال لاني قدره جه. فالنبي حط لنا وقايه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطرة. يعني الشياطين، يعني السحرة. يبقى سورة البقرة تقرأ في البيت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأت سورة البقرة في البيت نفث منه الشيطان تقريبا 3 أيام. نفث منه الشيطان. وفي أدعية كتير جدا جدا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، كأنه أعتق 10 بني آدمين، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له وقاية من الشيطان. ديننا جميل قوي يا دكتور محمد. تقول بس لا إله إلا الله، لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله على كل شيء. كلمات بسيطة جدا تحصنك وتحصن أولادك وتحصن كل أهل بيتك. ليه احنا بعدنا عن الدين كده؟ احنا عاوزين نقرب من الدين، نحب الدين، نقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء جميل جدا إن أنا أخرج في عناية الله وارجع في عناية الله وقلبي مطمئن بكلام الله أنه لن يصيبني شيء طالما أنني قلت ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب يا دكتور الناس مثلا هي ما بتعرفش تقرأ قرآن، هل ممكن هنا مثلا تشغل سورة البقرة مثلا كاسد أو يعني بتفي بالغرض؟ أقول لحضرتك حاجة. اللي ما بيعرفش يقرأ قرآن أكيد حافظ قل هو الله أحد. أكيد حافظ قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس. مش حافظ خالص يقول لا اله الا الله. او بيقرا مثلا غلط حتى لو مسك المصحف. انت في ناس برضو ما بتعرفش تقرا شويه، ممكن تقرا غلط. طب ليه اجر ولا ملوش؟ لا ده ليه اجر اكبر. اجري اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرا القران وهو ماهر فيه فله اجر، فهو مع الكرام البرره. طبعا. طب وهو تعتع؟ اجري. اجر القراءه واجر المشقه. انا بطلب من كل المشاهدين سوره قل هو الله احد
وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس أن تحفظوها وأن ترقوا بها أنفسكم وأن ترقوا بها أولادكم. يحفظ البيت كله، مش أقل من أنا أحفظ ثلاث سور أصلي بيهم، مش أقل من كده. طيب في سؤال تاني برضو، يمكن برضو فضل. الناس نفسها تسأله شوية، فأنا هقوله. اللي طالب السحر ده، اللي هو رايح للساحر بقى برجليه، الحكم هنا عليه إيه؟ ما أنا أقول لحضرتك دينيا، ما أنا قلت لحضرتك أهو، من ذهب إلى عراف أو دجال أو كاهن فصدقه، يبقى هو رايح معتقد أنه إيه؟ ينفع ويضر، مش معتقد كده؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى اللي رايح طالب السحر معتقد في نفسي أنه ينفع ويضر، يبقى هو إيه؟ بنص الحديث كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. طب الإنسان اللي هو المسحور وخلاص، هو حس بكل الأعراض، سواء فعلا تعب فعلا جسمانيا، يعني فعلا بشوف بعض الحالات أو بسمع عنها وبقرأ عنها واضحة جدا، ما لهمش، مش عارفين يتعالجوا، يعني ما لهمش علاج، يروح للدكتور ده لا ما أنت كويس أنت مفيكش حاجة، فبيعاني أمراض بجسمه كبيرة جدا، ده طبعا إنسان مبتلي طبعا. ويمكن في بعض الناس ما بتقدرش تمسك المصحف، يعني اللي عليها او السحر اللي معمول او ما بيقدروش يمسكوا المصحف، ممكن هنا يستعينوا بمين عشان يساعدهم على انهم يعدوا الازمه دي؟ اقول لحضرتك حاجه، اولا السحر اول طريقه ان يزول السحر ان تخرج الشيء الذي سحر فيه، وده نادرا، وده ما بيحصلش نادرا جدا، عشان مش هتلاقي المكان، يعني انا بعرف ان في سحر مش عارف بيترمي في بحر، وفي سحر ده هجيبه صح، ده هجيبه ازاي ده كذا، مش هتعرف تجيبه. طب نخش على الادوات التانية. الادوات التانية اللي هي الايات التي يذكر فيها السحر، وقل هو الله احد والمعوذتين، ان تقرا على المبتلى اللي هو به السحر. وفي شيء مجرب جدا، في ورق اسمه ورق السدر او ورق النبأ، ده ورق أخضر، ده يغمس في الماء ويقرأ عليه آيات السحر، يعني يتحط في الماء يتغلي مع المية مثلا، ولا يتحط بس كده ويقرأ عليه آيات السحر، المسحور يشربه ويغتسل منه، وده شيء مجرب موجود. طب أنا أقول لحضرتك حاجة، تخيلي آية سورة الفاتحة، ترقي وتشفي بإذن الله، كما جاء في الحديث عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول نزلنا واد فطلبنا القرى فلم يقرونا، احنا طلبنا الضيافة من جماعة ما رضوش يضيفونا، وبعد وقت جاءوا وقالوا إن سيد الوادي قد لدغ، عقرب لدغ، اللي هم ما رضوش يضيفوهم دول، هل فيكم من راقي، حد يرقينا؟ قالوا بشرط أن تعطونا، تدينا حاجة مقابل إيه؟ إن احنا نعمله ده، انتوا ما رضوش تأكلونا، تدونا حاجة مقابل الإيه؟ الرقية. فقالوا نعطيكم غنما. فسيدنا أبو سعيد الخدري يقول فقرأت سورة الفتحة عليه 7 مرات فشفي بإذن الله. والمعروف أن لغة العرب دي إيه؟ سم. لكن الفتحة إيه؟ شفيته. فأخذوا الغنم فقال أحدهم أو نأخذ أجرا لا نأكل منها حتى نسأل رسول الله. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعلت؟ قال رسول الله لدغ سيد الحي وطلب مننا أن نرقيه فرقيته، قال بما؟ قال بالفاتحة، قال وما أدراك أنها الراقية؟ يقول له مين اللي قال لك إن هي دي الترقية؟ إن هي دي اللي هترقي؟ قال هي من القرآن يا رسول الله، كأن النبي بيقول إن الفاتحة إيه؟ راقية، إن هي صح، صحيحة بترقي. هل هم هنا كانوا مدركين ولا كانوا بيعملوا كده؟ ما كانوش مدركين، ما كانوش يعرفوا اصلا ان الفاتحه بترقي. فالنبي بيقول له وما ادراك انها الرقيه؟ انت عرفت منين؟ مين اللي قال لك السر ده؟ فبيقولوا له يا رسول الله طب الغنم؟ قال لهم ذاك مهل حلال فاضربوا لي سهما معكم. يبقى كان القران هو راقي. ولكن انا بقول ان في ناس كتير بتقرا القران بس ما بيصحوش. انا عايز اقول كده، بيحصل. الرق على الراقي ان يكون له قلب لين وان يكون له علاقه بالله، ان هو بيرقي اساسا، يكون علاقته كويسه بالله، يكون راجل مطمئن، ما تجيبش اي حد يقرا،
حد قلبه نظيف، حد واصل، حد انت تثق فيه ان هو راجل متدين، ان هو راجل كويس جدا، ان معاملاته طيبه، ان هو حسن الخلق. قال ده اللي يقرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له واحد وقال له يا رسول الله ده انا عندي كذا، فالنبي قال بسم الله اخرج عدو الله، بس خرج بمجرد بسم الله لانه رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن احنا عاوزين نطلب واحد كويس جدا، حسن الخلق، حسن السيره، متدين، نعرف منه، يبقى انا التمس الخير من الناس. هل من الافضل ان احنا نحصن نفسنا ولا نستعين بحد؟ والله لو تستطيع ان تقراي حصني نفسك كما كان يفعل رسول الله. روى الامام البخاري من حديث عائشه رضي الله عنه وارضاه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليله يقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس 3 مرات، ثم ينفث في يده كده، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده. يبقى كان النبي بيعلمنا يقول لك ارقي نفسك الاول. سبحان الله. ان لم تستطع تجيب واحد ايه يرقيك. يبقى الرقيه مش على حد، ممكن حضرتك، ممكن استاذنا، ممكن اي حد تاني يرقي، ممكن ترقي نفسك بنفسك، ما فيهاش اي مشكله، ولكن اتبع التعاليم الدينيه. طيب في نقطه هنا خطيره جدا، ازاي اعرف ان اللي قدامي ده ساحر؟ يعني ممكن ناس كتير تجيب واحد تقول ده الشيخ فلان او ده بيرقي، اعرف منين؟ فممكن يدخل هو اللي يبوظ الدنيا، يدخل يبوظ الدنيا خالص. اعرف منين الساحر؟ ليه علامات يتعرف منها. اول علامه ان يطلب اسم الام، يعني هو يقول لك ايه اسم والدتك ايه. طبعا الراقي الشرعي ما بيطلبش الكلام ده، ملوش دعوه. طيب ان يتمتم سرا، يعني يقول الكلام في سره ما يسمعكيش وانت مش عارف هو بيقول، مش عارف يقول ايه. ان يتكلم بكلام غير معروف، طلاسم. أن يطلب من المريض ألا يذكر اسم الله. وأنت واثق فيهم دخل. طبعا كل دي علامات على أن الذي يتعامل معك إنما هو ساحر. طب الراقي الشرعي، أولا يرقي بصوت بآيات معلومة من كتاب الله أو من سنة رسول الله، لا يستطيع أن يفعل غير ذلك. ده الموضوع ده يا دكتور محتاج 100 حلقة. والله طبعا موضوع شائك جدا، الناس يكون عندها وعي وفهم في الموضوع ده جدا. لكن بأمر الله برضو يعني تنورنا إن شاء الله في حلقات بأمر الله جاية. كل اللي أنا هقوله إن إحنا لما نلاقي ناس من النوعية ديت، أو زي ما حضرتك قلت حتى نعرف إن ده ساحر أو حد ده هيضرنا، نديه ظهرنا على طول، ما نحاولش ان احنا نتجاهله ولا نحاول نقرب منه ولا اولادنا يقربوا منه ولا حتى نتكلم معاه، لان حتى انا شايفه الكلام مع الناس دي خساره طبعا. احنا بنضيع فعلا وقت. تدوري ظهرك على طول، مالكيش دعوه بالشخص ده، ابتعدي عنه بجد. يا ربنا يحفظ بيوتنا. آمين ويحفظك يا رب. يا دكتور محمود نورتني والله وشرفتني بجد. ربنا يا رب يحفظك، ربنا يحفظ بيوتنا جميعا يا رب، ويحفظ آمين. اولادنا ويحفظ المسلمين اجمعين. امين يا رب العالمين. وزي ما قلت وانقلب السحر على السحر. إن شاء الله نلقاكم يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله الساعة 12. استنوني. باي باي.